صوت مجلس النواب العراقي برفض استفتاء استقلال إقليم كردستان العراق المزمع إجراؤه في 25 من سبتمبر الحالي. هذا وألزم البرلمان العراقي رئيس الوزراء باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة العراق وسلامة أراضيه وإجراء حوار جاد بين بغداد وأربيل لتنسيق المسائل المشتركة، فيما انسحب النواب الأكراد من الجلسة اعتراضا على نتيجة التصويت. ومن جانبه اعتبر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن عملية التصويت هذه تؤكد حرص النواب على وحدة العراق ترابا وشعبا.